اعتقدها وقضيت الاسلاميه من هذه الباب. انا يعني جمعت ما عندي من لوحات وافكار وقضايا كثيره جمعتها في هذا المعرض حتى احاول ان قدر الامكان ابين ان العنصر الانسان هو الاهم في الدنيا. صح. وهذا ما حاولت ان ايصاله من اضطهاد ومن يعني ظلم قاعد يمر في الوطن العربي. وعنصري المهم باللوحات وعموم المعرض هو الإنسان. فكثير من الناس يقول لي ليش تستخدم العنصر أو الأوتلاين كبشر أو إنسان؟ فإذا ما استخدم الإنسان وأبين القضية أنه هو إنسان ذو حاجة إلى إظهار، فالفن يعني بحاجة الإبداع وبحاجة إظهار رسالة. فهذا أنا اللي حاولت أن أوصله وفي هذا الوقت.